نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا الرياضيه مع فريق الاتحاد السكندري اللي حقق الفوز على بلديه المحله بنتيجه 2-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد اسكندريه، وده ضمن الجوله ال21 من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز. وبكده بيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقه الدوري المصري الممتاز وبرصيد 32 نقطه، وتوقف رصيد فريق بلديه المحله عند النقطه 19 واحتل المركز ال14. والغاني مورو ساليفو لاعب فريق الاتحاد السكندري حصد على جائزة رجل مباراة فريقه أمام بلدية المحلة بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده بعد الأداء الجيد اللي قدمه اللاعب في اللقاء. وفريق المقاولين العرب حقق الفوز على زاد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال21. بيحتل زاد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، ووقع المقاولين في المركز ال16 برصيد 15 نقطة. عمار حمدي لاعب المقاولين العرب حصد على جائزة رجل المباراة اللي جمعت فريقه أمام زاد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري. وفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على فريق البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة أفريقيا اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة والمؤهلة لبطولة العالم، ليتأهل بالنتيجة دي لنهائي البطولة. كمان فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1 في إطار نصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية واللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة ليتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي البطولة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أعلن زيادة عدد اللعيبة في القوائم النهائية لبطولة يورو 2024 واللي بتستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو اللي جايين. البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب نصف النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وده بعد تألقه الكبير في مباراة بايرن ميونخ الألماني. في الفوضن الإنجليزي لاعب وسط مانشستر سيتي بيحصل على جائزة أفضل لاعب لعام 2023 في استفتاء اتحاد كتاب كرة القدم الدولي، وده بناء على تصويت الجماهير بعد المستوى المتميز اللي قدمه اللاعب في الموسم اللي فات. والإسباني ديفيد رايا حارس فريق أرسنال توج بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وده قبل 3 جولات من نهاية المسابقة خلال الموسم الحالي. خلاص خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى نكمل معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمي. شكرا يا لمي.